يلا السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعي قناة أراضي وعقارات عبدو. اليوم كنتواجدو في قبيلة بين الويدان طريق السبت أي تعبو. عندنا هنا قطعتين، قطعة فيها هكتار وخدام، وقطعة فيها 6 ديال الخدامة و 300 متر. كل واحد والقطعة ديالو، كل واحد والملكية ديالو بوحدها. غنباشر معكم عملية تصوير القطعة الأولى اللي جات من التحت، وعاد نطلعو مع الثانية اللي جات الفوق. القطعة التحتانية هي هذه، المساحة ديالها هي أمامكم. المساحة ديالها راه تيبان لكم ديما، تبعوا غير مع الحد، الحد راه باين ديال كل قطعة. هاد القطعة هذه هي أمامكم، المساحة ديالها هكتار وخدام، ها هي جات لتحت. هذه الثمن ديالها 1,070,000، 1,070,000 الخدام، ها هي. يعني تقريبا 13,000,000 الهكتار. هذه فيها هكتار وخدام، 11 خدام، وثمن الخدام 1,070,000. والقطعة اللي مجاورها، هي هذه. ها الحد ديالها من هنا ومن هنا، تشوفوا يعني بحال بغينا نقولوا مجاورين، وحده شاده على وحده. هذه فيها 11 خدام، وهذه فيها 6 ديال الخدامه و 300 متر، وهذه ديال 6 الخدامه و 300 متر الثمن ديالها 2,000,000 الخدام. هي امامكم العرض ديالها هو هذا، هذا الحد ديالها من الجهه اليسار، وهذه خارجه حتى لابيست. بحال بغينا نقولوا هذيك ديال 11 خدام اللي لتحت ما عندهاش طريق، يعني داكشي علاش بغاو هادو يبيعوا بجوج منها طريق وحده ليهم كاملين. الأرض ديالنا ديال 6 الخدامة هي هذه، 6,000 متر و 300، عفوا 6 الخدامة و 300 متر هي اللي هذه اللي غاديين فيها دابا. كما كتشوفوا راه أرض فلاحية صالحة للخضار وصالحة لكل شيء على هذا الشكل، وأرض هشيشة ورطبة. هذه مولاها كيطلب فيها 2,000,000 الخدام، يعني 6 الخدامة و 300 متر. هلا بغينا نقولو 12,000,000، وغادا خارجة حتى لابيس. وهنا راه كاينين السكان، هانتوما كتشوفو هادو السكان المجاورين في هاد المنطقة، وبجوجهم قلنا عندهم الملكية ديالهم، كل واحد عندو الملكية ديالو بوحدو. هاد المنطقة منطقة قبيلة بين الويدان، راه صورت لكم شحال من مرة فيها، راه الفرشة المائية ديالها راه كاينة، راه عندهم الماء موجود. هنا الجيران من الأمام والجيران من الخلف، هما هادو أمامكم، وكذلك من جهة اليسار. يعني هاد القطعتين كيتباعو بجوج، هاد الأمامية عندها الطريق، واللي تحتها ما عندهاش طريق. داكشي علاش قروا هاد الناس هادو باش يبيعوهم بجوج، وكل واحد والملكيه ديالو. الاول اللي جا على الامام كيطلب 2,000,000 الخدام،
والسيد الاخر اللي من مجاوره من الوراء 1,000,070. الارض جات على هذا الشكل هذا. غنمشيو حتى الطريق ديال لابيس. ها هي راه مازال الارض طويله. هادو الجيران المجاورين. ها هي راه فيها العرض وفيها الطول على هذا الشكل هذا. نبشر معكم عفوا عملية التصوير لابيس. راها طويلة، فيها 5 متر كدي وكتجيب القبائل المجاورة. هذه لابيس من أمامها، من أمام الطريق، من أمام عفوا الأرض ديال 6 ديال الخدامة هي هذه. وهذه الطريق من أمامها. ومن الناس كما كتشوفوا راه دايرين قوتا قوت، راهم حافرين البيار. وانتم اللي بغى هاد القطعتين هادو ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، وغادي يلقى الرقم أسفل الشاشة. وهنا المنطقة راه آمنة. هنا راه كتشوفوا معايا الكالم هنا في هاد المنطقة هادي. وانتم اللي بغى هاد القطعتين هادو ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، غادي يلقى الرقم أسفل الشاشة. وهاد القطعتين هادو راه بعيدين من الطريق الرئيسية اللي كدي السبتة تعبو وكدي للخميسات، ولابيس فيها 2 ديال الكيلومتر حتى لهنا. وانتوما اللي بغا هاد الأرض هادي ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، غادي يلقى الرقم أسفل الشاشة.